مرحبا بكم في ركن التغذية في نسمة الصباح. أهلا بك هدي، شنو وبيك أحوالك؟ يعيشك ياسر، هدي وحشتك. كالعادة عايشك، حتى احنا توحشناك برشا. لا محالة، يعني ديما ناس، حتى ناس اللي تبع فيك يسألوا على علي كوين، خاطر تعرف اللي ديما قاعدة تعمل في كوتشينج انت، حتى بالنسبة للناس اللي بالحق راه قاعدة نشوف فيه فيه يعني حتى اللي في الدار يتبعوا فيك يحاولوا ياخذوا بالنصايح هذوما ويبدلوا النظام نتاعهم الغذائي. انت اليوم باش تحكي على موضوع التنسيون اللي هو ولا مرض العصر نجم نقولوا، ولكن التعامل معاه فيه برشا اخطاء، يعني برشا ناس اللي عندهم الحاله هذيا يغلطوا ساعات في النمط الغذائي نتاعهم. كيفاش على كل انت ذاك، علاش اليوم باش تعطي فكره على هذايا، كيفاش نجموا كيفاش نتجنبوا ولا نصلحوا نطيحوا في الضغط الدموي اللي يكون مرتفع عند برشا من ما عنديش الاحصائيات الصحاحه، اما موجود بكثره عند النساء وعند الرجال. نقولوا لي تونسيون تبدا طالعه وقت اللي الارقام يفوتوا 14 9، يعني اذا كان فوق ال 14 9 رانا دخلنا في ضغط الدم. يلزم دونك واحد كيف يقيس القدم اقل. اللي شفته عاده انه اللي انسان اللي يشكي من ضغط الدم يصغي الرجله نتاعو كما يقولوا لي هما الريجيم، نحي الملح اكهو. كي لقيت اللي هذوما ناقصه برشا، يعني الارشادات فما ارشادات اكثر، حبيت نتكلم عليه اليوم. راهو بخلاف الملح اللي هو بالطبيعه يدخل في البرنامج، لكن زاده يلزم تغيير النمط الكل. اول حاجه يلزمنا نجنبوا السمنه، معناتها اول شرط يكون عند الانسان اللي عنده الضغط الدموي عالي ساعه يطيح في الميزان. انا حكيت قبل على المؤشر اندكس دو ماس كوربوريل، يعني الوزن على الطول، بوا سور تاي او كاري. يلزم اي انسان كيف يقيس الطول نتاعو على التاي نتاعو او كاري يلقى اقل من 25 باش يعرف روحه هو فين صنف موجود. خاطر اكثر ناس تقول لي انا مدام سمينه ولا في السور بوا بركه، ولا السمنه تبدا وقت اللي المؤشر هذايا يفوت يفوت 30. دونك يلزمنا مش نكونوا ناقصين ميزان، يعني كيفاش الحسبه نعاودوا باش يسالوا عليه. الوزن على الطول مربع، يعني مثال واحد يوزن 70 يلزم طوله متر و متر وسبعين، نعمل متر وسبعين على متر وسبعين، هذاك نلقاو النتيجة نتاعو، ونحطوا سبعين على النتيجة نتاع 1.70 × 1.70. يلزم الغابور يخرج أقل من 25. علاش؟ على خاطر كي نبداو ما بين 25 و30 احنا في سمنة خفيفة، وإلا كان دخلنا وفتنا 30 ولينا في السمنة بالحق. يعني هوني المطلوب إنسان عنده ضغط الدم مش ما يبدا في السيغ بوا، حتى السيغ بوا مش مقبول، يلزمه في الوزن المثالي. على خاطر عادة اللي السبب الأولاني نتاع الليبرتونسيون هي السمنه والستريس، هذوما حاجتين يلزمنا نتجنبوه. السمنه معناتها اتباع نمط غذائي متوازن، لازم يكون فيه برشا خضر وبرشا غلال. علاش؟ على خاطر فيهم البوتاسيوم، والبوتاسيوم مضاد للصوديوم اللي هو وقت اللي يكثر عند الانسان الايبرتوندو يزيد يعكر الحاله. وكما قلت مش نحيو الملح اكاهو، لازمنا نحيو الملح، نبعدوا على المواد الدسمه كما اللحوم الحمراء والجبونات، معناتها المشتقات الحليب اللي فيهم المواد الدسمه يجب نبعدوا عليهم. بالطبيعه الجبن اللي فيه الملح هذاك زاده معناتها منشيرتين منه فيه المواد الدسمه ومن فيه الملح. نبعدوا على المعلبات الكل، اكثر الكونسيرف تلقى فيهم الملح. بالطبيعه لونشو والتون السردينه الزيتون هذاك يعني الملح الكل. اما معناتها مش ينحي الملح ويقعد ياكل مثلا في الحاجات اللي يشمن، ولا لكن ياكل في الحلو، يقول لك ناكل ناحيه الملح ياكل الحلو ياكل برشا ليبات الخبز وكل. نذكر اللي حتى لي سيريال دو بتي ديجني وكي الشوكولاته نتاع الفطور الصباح والبسكوي راهم فيهم برشا ملح. يعني الملح مش كان اللي في الملاحه اللي باش نزيدو، حتى الكومبوزيسيون معناتها تكوين الأغذية لازمنا نبعدوا عليها. عادة المواد المصبرة اللي فيها برشا زيادة ملح، والمواد كيما قلت لك لي سكر كونسنتري معناتها حتى السكر، مواد سكرية راهم يضيفوا لها الملح عادة. يعني الملح نقصوا فيه ناكلوا كل المواد الطبيعية، جاتو نعملوا في الدار باش نعرفوا الكميات اللي حطيناها. ناكلوا الغلة، ناكلوا الخضرة،
هذيك ديما على في كل حميه لازم نتذكروا لي زونتي اوكسيدون هذوما موجودين ديما يعني. على خاطر معناتها الدراسات العالميه وضحت الانسان كيف يغير النمط الكل ينجم يبرى من الهايبرتونسيون اكثر برشا من الانسان اللي ما يغير حتى شيء ينقص كان الملح. فما فرق كبير كبير بين تنقيس الملح وتغيير النمط الكل على خاطر الجسم يحتاج الى مضاد الاكسدة للخضر، هذوما الكل يساهموا باش يرجعوا له الصحه الجيده. باش نعطي على السمنه، اذا كان انسان ما نجمش يعمل عمليه قداش يوزن على قداش طوله، ينجم يقيس التور دو تاي نتاعو. يلزم المراه كرشها اقل من 80 سنتي كي تقيس بالمترو، والراجل اقل من 94. هذه حاجه معناتها مؤكده، معناتها خاطر ساعات تلقى مراه سمينه من اللوطه والتاي نتاعها ماهيش سمينه. اللي متعرضين للارتفاع الضغط الدموي هما الناس اللي كرشهم كبيره. اي راجل الكرش نتاعو تفوت 94 سنتي راهو يتعرض لامراض القلب والشرايين والتنسيون. يعني والمراه 80 مراه اقل، المراه ديما في الماكله اقل من الراجل، في الوزن اقل من الراجل، في كل شيء يلزمها ديما اقل من الراجل. احنا يسر انا ديما نعطيو في النصائح يعني فما ناس كتبوا النصائح الكل وجاوا فما ناس اللي من غير ما يعني بالنصائح فقط بالنصائح كان عندي سي قالوا لي بالنصائح الكل كي طبقناهم وصلنا للنتائج، لكن انا مش ديما نعطي فيهم في دون لهنا نحب نسألك، هل أنه الناس تختلف؟ يعني ممكن اللي نجم يتبعك بالكلام كل شيء ينقص الميزان يكون مقتنع، فما ناس كيما يعني الاخت اللي كلمتنا توا اللي عندها محبه ساعه اكثر من اللازم للحلو، يعني الناس يختلفوا الاكثر ناس اللي يلقاو مشكله في تطيح الميزان هما الناس اللي يحبوا الحلو بصفه غريبه. ينجموا زاد يحبوا الجبونات، يحبوا اللحم، يحبوا المالح، لا الادمان على اي حاجه، يعني اي حاجه يعني اي حاجه عليها مش باهي. تكون عندك ادمان على الحلو ولا على المالح ولا ما تحبش الرياضه، تو مثلا قبيله نسيت ما قلتش حاجه اكيده بالنسبه للضغط الدم السبور، يعني نص ساعه مشي في اليوم معناتها ما فماش ما اسهل منها، وتعاون برشا برشا الانسان باش يحرك الجسم نتاعه ويدخل في البرنامج النمط اللي احنا معناتها اي انسان نحب ننصحه بالرياضه مع الحميه اللي هي 80% حميه والباقي رياضه. باهي هدي هذيا النصائح العامه اللي الحقيقه والله كان تتبعوهم راهو ساعات تطيحوا في الميزان وتقتنعوا بهذيا وفقط تتبعوا هدي كل نهار جمعه بالحق في الروبريك خاطر حكينا على كل شيء ديما نعاودوا على البرنامج الخضر الغله المواد الطبيعيه الحبوب الكامله، يعني نبعدوا على الفرينه وعن الشاي وعلى الزبده ونستعملوا الحبوب الكامله ونستعملوا زيت الزيتون في بلاصه المواد الدسمه، نقصوا في الملح يعني في عود نزيدوا الملح من قبل ما نذوقوا الماكله والحاجه نقصوا، ونستعملوا القارص نستعملوا الخل نستعملوا الفحات اللي هما يعطيوا البنه زاده. فما معناتها النجم المواضيع الكل حكينا فيهم اللي كان نطبقوهم مع شويه رياضه، اللي هي راهي مشي على الساقين، معناتها ما وصلتش باش نقول انسان يدخل يعمل في برنامج ساعتين في اليوم ذاك صحه ليه، اللي يعني ماناش ضد بالطبيعه، لكن حتى نص ساعه مشي بخطوه باهيه تكون كافيه مع الالتزام بالبرنامج الغذائي اللي هو يعني عنده. ساعات تلقى ناس كبار يقول لك انا مانيش باش نعمل توا سبور وكل شيء. ماهوش سبور، يتمشى. يمشي معناتها نص ساعه. يمشي نص ساعه باش يحرك بدنه باش يخدم ساقيه باش يخدم مركيبه باش يدور الدم باش ينقص في الضغط الدم وينقص في امتصاص السكر، معناتها نعرفوا اللي الرياضه تساهم في تنقيس معناتها المؤشرات هذوما الكل داخل الجسم، لكن العمده ديما تقعد للتغذيه اللي هي سبب معناتها المشاكل هذه الكل. يعني كيف ما قلتش نقعدوا جوعة، رانا ديما ناكد رانا كيف انسان يعمل حميه ماهوش باش يقعد جيعان ولا يموت بالشر، العكس باش يتعلم ياكل أكثر ويغذي بدنه ويولي في صحة جيدة أحسن من اللي كان فيها بالطبيعة، بيسكو معناتها الرجيم مجعول باش نحسنوا الصحة. واضح هدى، يعطيك الصحة. نتقابلوا جمعة جاية في نفس التوقيت في ركن التغذية. نهارك زين.